تأتي هذه الدورة ليقال لنضع نقاط على الحروف ولنعطي زخم ودعم لهذا الدور الإعلامي الهام في هذه المرحلة كما تحدثت سابقا. الإعلام هو يحارب على كل الجبهات، الجبهات العسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبالتالي لابد من توحيد الجهود للوصول إلى الغاية المرجوة من هذه المكاتب الصحفية. إيمانا مننا يعني إيماننا الراسخ في أهمية هذه المكاتب الصحفية، وأيضا إيماننا الراسخ من أهمية التدريب المستمر لتأهيل الكوادر لزيادة المهارات الموجودة لدى العاملين والصحفيين الموجودين في هذه المكاتب وغير المكاتب الصحفية، لأنه دوما هو الاستثمار البشري هو الأهم، هو الذي يعود بالفائدة المرجوة لهذه المؤسسات الإعلامية وغير الإعلامية. أيضا مكاتبنا الصحفية دائما عندها مشاكل، وهناك من يعاني مشاكل مع المكاتب الصحفية. هذه الورشة غايتها تسليط الضوء على هذه المشاكل ومحاولة إبراز مهام المكتب الصحفي، سواء ابتداء من التواصل الشخصي مع مراجعيه من صحفيين من جمهور، إضافة إلى تعامله مع وسائل الإعلام في مختلف المجالات، في مختلف الردود الصحفية التي تتعرض لها المؤسسة. من خلال هي الدورة للمكاتب الصحفية عم نسعى لدعم وتقوية ورفع سوية عمل المكاتب الصحفية، كونها هي العصب والوسيلة والوسيط بين عمل الوزارات ومهام الوزارات المختصة وأيضا المواطن، لأنه نحن مؤخرا كتير عم نسعى لموضوع أنه نحن يكون في عنا إعلام يأخذ بيد المجتمع إلى الرقي والتقدم، إعلام القيم والسلوكيات والأخلاقيات، إعلام الشعب همومه مشكلاته معاناته.